اميغوس انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. سو زي ما قلتوا فيديو اليوم راح يكون للبنات، راح نحكي فيه عن كيفيه التخلص من روائح الكريهه للمناطق الحساسه. اذا كنتوا اول مره بتشوفوني بليز اشتركوا بالقناه بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر، كمان فعلوا الجرس مشان يوصلكم كل شيء، حطوا لهذا الفيديو بيج لايك، كمان روحوا تابعوني على الانستغرام. بما انه الصيف قرب وبلش الحر فهذا افضل وقت انه انا بصور فيه هيك فيديو. 99.99% من البنات امهم ما تخبرهم عن هذا الموضوع، فلهيك انا عم شوف انه هذا الفيديو كتير مهم انه انا بحكي فيه عن هذا الموضوع وبعطيكم هاي النصائح، انه احنا فريق واسره مع بعضينا. فلهيك لكل شاب هذا الفيديو حرفيا ما راح يفيدك بولا شيء، هالفيديو هذا موجه للبنات فقط. بلا طول حكي يلا نبلش بالفيديو. سو اول شيء انه نغير ملابسنا الداخليه بطريقه تكون كتير منتظمه وملتزمه اقل شيء مره في اليوم، لانه بحكم العرق والرطوبه والحركيه بتكون التصقت فينا ميكروبات، هاي الميكروبات ممكن تسبب التهابات في المستقبل، كمان بنفس الوقت تكون الريحه بلشت تصير مش منيحه. فلهيك ضروري جدا انه احنا نغير ملابسنا الداخليه بشكل يومي. النصيحه الثانيه انه نلتقط الطفيليات شيء كتير سهل. وكيف نقدر انه احنا نتفادى الطفيليات وما نروح نتعالج عند دكتور، نتفادى كل هالشي عن طريق انه ننشف منيح. ضروري جدا بعد كل وضوء انه احنا ننشف منيح، لانه المنطقة الحساسة دايما تكون معرضة للرطوبة، وهالشي كتير طبيعي جدا لانها في مكان يكون دايما مغلق، وهالشي خلاف انه يعطي ريحة كتير مقززة غير عن انه يسبب طفيليات. فضروري جدا انه احنا كل وضوء نكون ناشفين كتير منيح. هلا بنيجي لازالة الشعر في المنطقة الحساسة. من غير المنطقي من غير المقبول انه احنا بدنا نكون كتير نظيفين وما نكون انه احنا نسوي روتين خاص لازالة الشعر. رشاء خلينا نشيل فكرة عيب وما عيب والمجتمع وانت لسه بنت وكيف، هذا كله هراء. اصلا لو تركزوا مع الدين بيقولك لازم 40 يوم وتنظف حالك. غير عن هيك انه الشعر كتير بيمسك الرطوبة، فحتى انت لو كنت كتير بتنشفي منيح فالشعر هو اللي رح يتولى مسؤولية الرطوبة، وسهل جدا هيك انك انت تمسكي عليك طفيليات. سو رجاء نسوي بلوك لهي العقلية المتصدقة اللي كتير وسخة انه انت ما لازم تنظفي وانه انت لسه ما بعرف شو. عن جد هاي الافكار راح عليها الزمن وافكار كتير غلط، حتى انه لو نركز في الدين انه ما تكون اصلا جزء من الدين، بالعكس الدين قالك انك انت لازم تكون شخص كتير نظيف، وبيقولك انه كمان النظافة من الايمان. وفي نفس النقطة راح نحكي عن ازالة الشعر. كتير عالم وكتير بنات انها توقع في نفس الخطأ انه ازالة الشعر بالسكر او بالحلوى، كل شخص شو بيسميها، هالشي كتير غلط غلط غلط. احنا عم نتعامل مع منطقة كتير حساسة، وفي هاي المنطقة في ناخ، ما بعرف شو معنى النار بالعربي، بس المهم هدول اللي ناغ كتير بيكونوا حساسين جدا، فأقل غلطة ممكن تكلف لك حياتك. أقل غلط في هاي المنطقة ممكن يسبب لك شلل نصفي. استعملي المقص، استعملي شفرة الحلاقة، استعملي شو ما بدك تستعملي غير الحلاوة بس. بعتقد انه كمان مرة سمعت حدا بيقول انه نتف الشعر في المنطقة الحساسة ليك غلط انه استعمل الحلوى، كدينيا يعني كفكرة دينيا ما بعرف، ماني متأكدة من هذا الشيء. شغلة تانية كتير بنصح انه احنا نستعملها هي الكيرفري والبخوتيج سليب، بيكون هيك شيء زي هيك، منو الفوط الصحية تبع الدورة، لا هالشي هذا تقدري تلبسيه بشكل يومي وتغيريه كمان اكثر من مرة في اليوم، لانه اكيد حيعلق كتير عليه اوساخ او رطوبة. هالشي هذا يساعدك انك انت تكوني نظيفة اكثر وانه ما تتشوه ملابسك الداخلية. كمان شغلة تانية، بعرف انه في الدورة الشهرية تبعنا نكون قرفانين من حياتنا، قرفانين من كل شيء، بس هالشي ما يعني انك انت تغيري الفوطة الصحية في اليوم اكثر من مرة مع ملابسك الداخلية، لانه زي ما حكينا قادمين على صيف الريحة بتكون كتير كريهة، وخاصة انه انتو تعرفوا انه هالشي هو دم متعفن. كمان حكيت عن هذا الموضوع كتير في فيديو كامل لحاله، رح خليكم الفيديو هون فروحوا كمان شوفوه، حيفيدكم كتير اذا انتم ما عندكم كتير معلومات عن الدورة الشهرية، خاصة البنات اللي في عمر صغير. وهلا لاخر نصيحة، في الشاور نستعمل كتير اشياء بتكون معطرة، مثلا سبراي بادي ميلك، جيل شاور، كمان نستعملها على المناطق الحساسة، هالشي غلط ويلقط كمان امراض. حاولوا انه جيل شاور تبعكم دايما يكون صون بارابين، بدون البارابين وبدون الامونياك. اي شيء اذا حبيتوا تستعملوه على المنطقه الحساسه لازم تكونوا متاكدين انه ما فيش هاي الاشياء، كمان ما بيكون معطر، يعني شيء مصنوع من طبيعي يكون بايو، وفي كل الحالات هاي الاشياء مش لازمه، الماء لحاله بيكون بكفي. اغلبيتنا كنا بنستعمل جيل شاور على حسن نيه انه احنا بدنا ننظف بس،
للأسف الشديد إنه هالشي كتير مضر لإلنا وكتير بيسببنا أمراض، خاصة المنطقة الحساسة بعيد وبكرر، إنه بسهولة جدا نقدر نلقط الأمراض في هاي المنطقة، لأنها هي على قد ما تكون منطقة مغلقة ومعرضة للرطوبة بنفس الوقت كتير مفتوحة إنها هي تلتقط الأمراض. So yeah guys، هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى إنكم أنتم استفدتوا من هذا الفيديو، خاصة البنات اللي في أعمار الصغنونة ويستحوا إنهم يحكوا هيك شيء أو يحكوا مع أمهم. أنا الأخت الكبيرة اللي دائما تحكي لكم وتنصحكم، لأنه أنا زيكم لما كنت صغنونة هيك كنت بتمنى إنه حدا يجي ويحكي لي هيك وينصحني. فلهيك إنه أنا دائما بهتم بالجيل الصغير، بالجيل المراهق، لأنهم هلا قاعدين عم يكونوا حالهم وأكثر ناس بدهم النصيحة. حطوا لهذا الفيديو لايك، ولا تنسوا كمان إنكم تشتركوا إذا بعدكم ما اشتركتوا، وروحوا تابعوني على الإنستغرام. هلا بقلكم ديروا بالكم على حالكم وأحلامكم وقلوب. نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم. أرمانيا بيبي، سلامات يا هوا، سلامات. Bye.